حين تأتي المقاصد من
الشر سينتشر إذا جعلنا المقاصد في عنوان الكتاب فغير عنوانه. قلت له هكذا قلت فهكذا سيبقى النظرية التقرير. معناها أن كلمة المقاصد فكرة المقاصد هي نفسها ذات جاذبية وذات يعني انتشار وطلب. عنوان الكتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي كلمة نظرية تحتاج ربما إلى شيء من التوضيح. هناك استعمالان لكلمة نظرية لحالية بالنسبة العربية مصطلح جديد ليس عندنا شيء نظرية في الاصطلاحات الأصولية أو العلمية القديمة عندنا. هذا مصطلح قديم ترجمت به الكلمة الأجنبية ثيوري فترجم بنظرية. لكن نظرية الآن بهذا المعنى الحديث لها معنيان تنعرف أي المعنيين أعني. معنى هو أن النظرية تطلق على ما كان فرضية تقريبا مرادفة لفرضية علمية. نظرية أنها قضية محل البحث ومحل اختبار ومحل التثبت والإثبات. ومعنى آخر وهو الذي عنيته وهو مستعمل أكثر هو نظرية التي تعني نسقا علميا متكاملا وبناء علميا متكامل. بناء علمي متكامل أو نسق علمي منسجم ومتكامل هذا المعنى الذي أقصده. فليس المقصود أن النظرية هنا ليس المقصود أنها شيء محل بحث وإثبات وتثبت. لا، نظرية المقاصد مسألة قطعية لأن أجزاءها ومفرداتها قطعية فكيف بنظرية المقاصد. فلذلك نظرية المقاصد المقصود بها رؤية للشرع ترى فيه رؤية للشرع وللشريعة ترى فيه ما قاله العلماء وقاله على سبيل المثال ابن القيم في أنصع عبارة وأوضحها المقال الشريعة حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها إلى آخر عباراته النيرة في أعلام الموقعين. فالنظر إلى الشريعة على هذا الأساس أنها مصلحة كلها ليس فيها مصلحة، لا هي مصلحة كلها. وليست شريعة فيها رحمة، لا هي شريعة رحمة كلها. ولذلك مما يذكره المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا يعني أن الشريعة ليست فقط فيها رحمة أو أكثرها رحمة، لا كلها رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة ليس في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وما أنزل به وما بعث به شيء سوى الله. لذلك أيضا كما قال ابن القيم فإذا وجدنا شيئا منافيا للرحمة فعلينا أن نعلم أن فهمنا ليس صحيحا أو أن ما روي في شأنه ليس صحيحا أو أننا وضعناه في غير موضعه فأعطى شيئا غير الرحمة أو قلبناه أو شوهناه. فإذا وجدنا شيئا غير الرحمة وغير المصلحة وغير العدل وغير الحكمة فقطعا الأمر ليس كذلك. إما أنه ليس من الشريعة أصلا أدخل فيها تأويلا وعسفا وافتراءا وإما أن له أصل في الشريعة ولكن دخله ما دخله من سوء فهم وسوء تطبيق إلى آخره. نظرية المقاصد هذه التي تنظر إلى الشريعة على هذا النحو تسري في شكل قواعد ومبادئ ونمط في التعامل مع الأحكام حينما يقرر على سبيل المثال العلماء الأصوليون أن اللفظ
له عدة معاني، اللفظ الواحد، الجملة الواحدة، والآية الواحدة، واللفظ الواحد يفيد المعنى ويفيد المضمون ويفيد الأحكام بعدة حروف. فقالوا هناك اللفظ منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. إذا اقتصرنا على المنطوق فقد قصرنا في معرفة أصول الشارع، والمفهوم مفهوم موافق ومفهوم مخالف. إذا أخذنا أحدهما دون الآخر قصرنا في معرفة مقاصد الشارع. Gracias.
الإمام الشاطبي له مزية في هذا الموضوع، موضوع نظرية المقاصد. مزيته أولاً أنه متأخر، ومزيته أنه يعشق المتقدمين. هذا كلام جد دائما يردده، هو متأخر ولكن قلبه معلق بالمتقدمين، لأن فقه المتقدمين أصفى وأنقى وأرقى، فهو يستمد من المتقدمين، ولكنه متأخر، بمعنى كل من سبقوه أيا كان منهجهم هو طلع، يعني هو في أواخر القرن الثامن الهجري، هي رحمه الله 690 للهجرة، معناه أنه كان بين يديه رصيد كل من تقدمه من العلماء ومن الأئمة ومن الصحابة. فنظرية المقاصد التي عبر عنها الشاطبي في كتبه وخاصة في كتاب الموفقات من مزاياها ويعني نعم الله عليها أنها تجمع ما تقدم، فهي نظرية سميناها نظرية الشاطبي أو نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لكنها حقيقة مركبة ومشكلة من تراث الصحابة والأئمة المعروفين سواء الأربعة أو غير الأربعة، والجويني والغزالي والقرافي وابن عبد السلام وإلى شيوخ الشاطبي كالتلمساني وغيره، كلهم يعني المتتبع والدارس يجد أقوالهم سواء سماهم الشاطبي أو لم يسميهم، ويجد بصراتهم ويجد ما قالوه عن المقاصد بصفة خاصة. فإذا الحديث عن نظرية المقاصد عند الشاطبي هو حديث عن نظرية المقاصد عند العلماء، لكن كما ورثها الشاطبي فأخذها ونسقها وبناها على الشكل الذي نجده في الكتاب. في الكتاب أقصد كتاب الموافقات. إذا كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي جعلته آنذاك يعني قبل أكثر من 27 سنة الآن في أربعة أبواب. الباب الأول المقاصد قبل الشاطبي، وتناولت فيه بصفة خاصة المقاصد عند الأصوليين قبل الشاطبي، ما وقفت عليه آنذاك لأنه في ذلك الوقت عدد من الكتب كنت أذكر أنها مفقودة أو مسقوطة هي الآن مطبوعة وبين أيدينا. عدد من الكتب قلت هذا يبدو انه مسقوط فاذا به الان موجود، او قلت انه مسقوط فاذا به الان في عده طبعات في هذه السنين. فاذا بحسب ما وصلت اليه او ما كان متاحا لي تتبعت فكره المقاصد عند عدد من الاصوليين من القرن الثالث والرابع الى الشاطبي في هذا الباب. وفي هذا الباب ايضا تتبعت فكره المقاصد في المذهب المالكي. اولا لان الشاطبي مالكي، وثانيا لانه بشيء من البحث، وهذا الان اصبح مصرحا به عند عدد من الباحثين، بشيء من البحث نجد ان المذهب المالكي جمع كل الاصول التي تؤدي الى الانتباه الى نظريه جميع الأصول التي تبنى عليها نظرية المقاصد تنسب عادة إلى المذهب المالكي، ولو أنها توجد بنسب أخرى فلا قال بها مالك والمالكية. أصل المكمل وهو سد الذرائع. أول ما نجده إذا بحثنا عن سد الذرائع في كتب الأصول نجد أنه قال بها المالكية. قال بها مالك والمالكية وبالغوا بها وأكثر منها إلى آخره. مراعاة أو الاستحسان الاستحسان روي عن مالك بسند متصل أنه قال الاستحسان تسعة أعشار العلم، والاستحسان
من وجوه استعباد واصطلاح. ولذلك قالوا حتى متأخر الحنفية قالوا ومنهم صاحب البدائع وغيره من المتأخرين قالوا القيام الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس. فإذا آل الأمر إلى مراعاة حكمة الشريعة ورحمة الشريعة وإلى آخره ورفع الحرج ومراعاة عموم البلوى إلى آخره. هنا يدخل الاستحسان في هذه. فإذا الاستحسان عند المالكية أيضا كما عند الحنفية أصل كبير ولهم تميز في فهمه والعمل به. المالكية كذلك تميزوا بمراعاة مقاصد المكلفين أكثر المدارك تحكيما لأصول المكلف في الحكم على تصرفه يجوز أو لا يجوز هو المذهب المالكي كما هو معروف. ولذلك من هنا أيضا قالوا بسد الذرائع. لكننا ننظر إليها من زاوية أخرى دخلت في نظرية المقاصد عند الشاطبي وهي ما سماه هو نفسه بمقاصد المكلف. وأول واحد تحدث عن مقاصد المكلف بجانب مقاصد الشارع. هذا الباب الأول. الباب الثاني في عرض سميته الشاطبي ونظريته. هذا الباب الثاني فيه كما هو واضح فصلان أو شقان. الفصل الأول عن الشاطبي نفسه وحرصت أن أتناول جوانب معتمة في حياة الشاطبي لأنه من الأمور المعروفة والمؤسفة أن ترجمة الشاطبي مقتضبة جدا لم يعتنى بالشاطبي لأن الشاطبي كان في ظروف صعبة وكانت الأندلس تقريبا دخلت مرحلة الاقتدار وأيضا لأنه كانت له أفكار متميزة عن زمانه وفقهاء زمانه فلم يكن محل ترحيب ورضا من كثير من لذلك أهمل الشاطبي وأهملت كتبه إلى هذا العصر. فحرصت أن أضيء جوانب لم يسبق أو لم يسبق إضاءتها في حياة الشاطبي لا أضيء الوقت يضيق ويتآكل. فبعد ذلك عرض نظرية الشاطبي تلخيص لنظرية الشاطبي من الموافقات بصفة خاصة بأجزائه كاملة والاعتصام الدرجة الثانية كتاب الاعتصام عرض مجرد عرض ولكن عرض منسق ومختصر لكي تبرز هذه النظرية بشكل واضح وجلي. الباب الثالث وهو مناقشة للقضايا الأساسية مناقشة واستكمال وتوضيح لأن الباب الآخر لم يكن لي فيه تدخل كان مجرد تلخيصات منسقة ومركزة. الباب الثالث مثل القضايا الأساسية في نظرية الشاطبي ودرست فيه دراسة فيها إضافات وفيها مناقشات للشاطبي ولغيره في ثلاثة موضوعات قضية التعليل وقضية المصلحة والمفسدة وقضية بماذا تعرف مقاصد الشارع. ثم الباب الرابع والأخير في هذا الكتاب هو تقييم عام لنظرية الشاطبي وبأي جديد أتت ما هي عناصر الجدة وعناصر التقليد يعني بمعنى الجوانب التي كان الشاطبي مسبوقا فيها وأخذ من غيره وبنى على غيره والجوانب الجديدة التي تميز بها الشاطبي. ومن الجوانب الجديدة التي تميز بها الشاطبي رحمه الله أولا أنه جمع ما تفرق عند غيره كما سبق في الإشارة ولكنه جمعه جمعا منسقا مبنيا بناء محكما بناء هندسيا محكما. كذلك الشاطبي كما قلت أول واحد أدخل في مقاصد الشريعة مقاصد المكلف فأفرض قسما جعل المقاصد قسمين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. فدخلت دراسة مقاصد المكلف في علاقتها بمقاصد الشارع لأول مرة وأطال فيها وجمع لها قضايا متناثرة مع إضافاته وإبداعاته. كذلك من تجديدات وإبداعات الشاطبي أنه يقول
ثم يأتي بأدلتها، ثم يأتي بمعارضين لها، ثم ويصحح ويوضح، ثم يأتي بتطبيقاتها وتبريعاتها. يعني هذا منهجه، يبدأه أن يعطيك قاعدة في السطر الأول من كل مسألة. الآن أذكر بسرعة الدقائق أو الخمس أو ثلاثة المتبقية الجديد في هذا الكتاب نفسه، نظرية المقاصد عند الإمام الزاهري، نظرية فأولا كما أشرت قبل قليل، هناك مباحث عن الشاطبي نفسه غير مسبوقة في حياته، في دراسات في جوانب في حياته، وأهمها أهم جديد في دراسته لحياة الشاطبي هو مراسلات الشاطبي. الشاطبي هو مبعث الاعتصام، مرارا يقول هذه المسألة راسلت بها الشيوخ، يعني يسميه أحيانا يقول علماء العدوى، لأن هذا اصطلاح المثل العدوى الأندلسية والعدوى المغربية. العدوى المغربية فيها تونس والمغرب والجزائر، هذا المصروف. فراسلت علماء العدوتين، أو راسلت بعض شيوخي، أو راسلت بعض أصدقائي كثير، فهذا لفت انتباهي فذهبت أتتبع هذه المراسلات، أين هي ومن هم الذين راسلهم وما موضوعاتها. والحمد لله وفق الله إلى اكتشاف عدد من العناصر الجديدة والمفيدة في هذا الباب. كذلك في الباب الأول، وكما أشرت فكرة المقاصد عند الأصوليين، قمت بأول محاولة للتأريخ، التأريخ لفكرة المقاصد. طبعاً بعد ذلك انضربت بحوث كثيرة، بعد ذلك وأضبت بحث دون كثر، تصبح الآن علم المقاصد وعلماء المقاصد معروفين بمؤلفاتهم وأفكارهم وأسمائهم، يعني يأتي أي واحد الآن يعد عشرات منهم، لكن كانت هذه أول محاولة لتمييز هؤلاء العلماء المهتمين بالمقاصد في الكتابة التأليف. وإلا فعلماؤنا نعتبرهم علماؤنا الراسخون المحققون بدءا بالصحابة كلهم علماء مقاصد، لكن أقصد الذين كتبوا وتكلموا في المقاصد. فهناك من أيضا من القرن الثالث والرابع إلى القرن الخامس الذي يعني كان فيه الجويني والغزالي إلى كانت أول محاولة تاريخية لفكرة المقاصد والكتابة في المقاصد، فشيء جديد. كذلك دراسة مسألة التعليل، وخاصة الرد على منكري التعليل، مناقشة مفصلة لمنكري التعليل، وخاصة من بعض الأشاعرة ولكن بصفة كبيرة من حزم رحمه الله. فأول مناقشة لأدلة ابن حزم في رفض التعليل وإبطال التعليل، بما في ذلك تصحيح قول الشاطبي الذي قال إن الرازي ينكر التعليل البتة، وقد أثبت أن الرازي من كبار المعللين قطعا. ثم من جديد هذا الجهد أنني استخرجت هذه القواعد التي أشرت إليها، صياغات تقعيدية عند الشاطبي، فوضعت في آخر الكتاب أتذكر أظن 54 قاعدة، 54 قاعدة مقاصدية مما صاغه الشاطبي. هذه القواعد 54 التي استخرجتها وسردتها ونظمتها من الموافقات ومن الاعتصام، فتحت بابا جديدا للبحث العلمي، بحيث بعد فترة قليلة قدم الدكتور عثمان الكيلاني من الأردن أطروحته إليه للدكتوراه عن قواعد المقاصد عند الشاطبي، اعتمادا الدرجة الأولى على هذه الفكرة، وكذلك انتبه إليها وتحدث عنها قليلا الدكتور أيوبي من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والآن صار اهتمامه متسعا متزايدا بقواعد المقاصد إلى
قاعدة مقاصدية خاصة بالمقاصد. وفي خاتمة هذا الكتاب كنت أيضا عرضت ما يمكن تسميته بآفاق البحث في مقاصد الشريعة، واقترحت عدة موضوعات لمواصلة البحث للباحثين، والحمد لله كلها ما من واحد من تلك الموضوعات إلا وجدت فيه كتب ورسائل وأطروحات. ويحضرني موضوع ضوابط المقاصد على سبيل المثال، ضوابط اجتهاد المقاصد، فصدرت فيه عدة كتب، ربما كان أولها كتاب دكتور نور الدين الخادمي ضوابط اجتهاد المقاصد الذي صدر هنا في قطر في سلسلة كتاب الأمة، وصدر في جزئين، وصدرت كتب أخرى حول ضوابط حول اجتهاد المقاصد وضوابط به. ومن الموضوعات التي كنت أيضا ذكرتها موضوع كيف تعرف مقاصد الشارع، لأن هذا موضوع يحتاج إلى البحث، فعلا صدرت فيه عدة دراسات. فخاتمة طرحت موضوعات كلها أثبتت الأيام أهميتها والحاجة إلى دراستها.